تحياتي لكم لمشاهدي قناة الموصلية ولأهلنا في مدينة الموصل، وأخص بالذكر أهلنا في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. اليوم حقيقة باشرت قطاعاتنا البطلة التقدم باتجاه أهدافه بعد أن حرر أبطال قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب حي المأمون، وأيضا باشرت القطاعات باقتحام وادي حجر. كان اليوم تقدم كبير لأبطالنا في قوات الشرطة الاتحادية، حيث تم تحرير حي الطيران بشكل كامل وتم رفع العلم العراقي فوق مبانيه. وكذلك قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية حررت حي الجوسق بشكل كامل، وسيطرت على الجسر الرابع من جهة الساحل الأيمن، وبهذا أصبح الجسر الرابع مسيطر عليه من الضفتين، الضفة الشرقية والضفة الغربية. وحقيقة كان مسند هذا التقدم بجهد جوي عراقي متمثل بطيران الإسناد القريب التابع لطيران الجيش العراقي وأيضا القوة الجوية. التقدم مستمر، أيضا قطاعاتنا البطلة في الفرقة المدرعة التاسعة بعد أن سيطرت على سلسلة جبال عطشانة، هذه الأرض ذات الأهمية التعبوية التي تشرف على مدينة الموصل، وأيضا تحرير محطة كهرباء اليرموك التي تغذي مدينة الموصل. انطلقت القطاعات بعدة اتجاهات ومحاور لاستكمال تقدمها لتحرير والوصول إلى أهدافها التي وضعت من قبل قيادة عمليات مشتركة. حقيقة الآن قطاعاتنا قريبة، يعني لا تفصلها إلا مسافة قليلة، هي مستمرة وفق الخطة وفق التكتيك والاستراتيجية التي تبعت. ما نلاحظه هو انهزام وانكسار بين صفوف عناصر التنظيم الإرهابي عندما تقدم الأبطال في القطاعات المشتركة العراقية، وما هي إن شاء الله إلا أيام القريبة القادمة سيتم السيطرة على أحياء الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وأيضا ستكون صولة لأبطالنا بالسيطرة على المراكز الحكومية والمتمثلة حقيقة برمز الذي يكون داخل مدينة الموصل، هو مجلس محافظة الموصل القديم الذي يقع في منطقة الدواسة. وإن شاء الله ستفوز، نزف لكم بشرى الانتصارات ورفع العلم العراقي على الساحل الأيمن لمدينة الموصل. يعني حقيقة القتلى بالعشرات، المناطق والطرق قد ملئت بجثث الدواعش. فيما يخص القتال لعناصر التنظيم الإرهابي، في بداية انطلاق الصفحة الثانية كان يعتمد هذا التنظيم الإرهابي على زج العشرات من العجلات المفخخة وزرع المناطق المفتوحة بالعبوات الناسفة بعدة آليات التفجير. بعد ذلك عندما وصلت قطاعاتنا إلى الحافة الأمامية لمدينة الموصل المتمثلة بأحياء المأمون والطيران والجوسق والمنصور، هذه المناطق كان حقيقة يحاول إعاقة تقدم قطاعاتنا من خلال حفر الأنفاق في والقطوعات في الطرق، وضع الصبات الكونكريتية الكبيرة، وما اعتمد هو عملية ترك القناصين ومفارز التعويق المتمثلة أيضا ب مفارز الهاون. الأسلوب الآخر الذي اتبعه وبكثرة هذه المرة هو الطيارات المسيرة باتجاه قطاعاتنا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفق التخطيط الدقيق والاستراتيجية التي تبعت استطعنا من اقتحام حي المأمون أو الأحياء من قبل أبطال قوات النخبة العراقية البطلة قوات جهاز مكافحة الإرهاب، ومن ثم التعاون ما بين قوات الشرطة الاتحادية و قوات جهاز مكافحة الإرهاب استطعنا من عمل ثغرة واقتحمنا أحياء الطيران والجوسق، وحققنا تقدم كبير داخل هذه الأحياء. حقيقة بالبداية مقاومة شرسة قوية من عناصر التنظيم الإرهابي، يعرفون بشكل جيد أنه في حال كسر آخر خطوط هذه الصد والدفاعية عن الساحل الأيمن سينتهي هذا التنظيم. أنا أؤكد لكم أنه هذا التنظيم الإرهابي بدأ يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي، أنا متواجد في ساحات القتال، لكن ما لمست وشاهدت والتأكد منه هو إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين، ومن ضمنهم هو إرهابي شيشاني جنسية ألقى القبض عليه من قبل أبطال قوات الشرطة الاتحادية البطلة في مطار الموصل، وهو في كامل عدته وعدده ويحمل السلاح. وحقيقة ما أشاهده هو انكسار. هناك معلومات لدينا أنه
العناصر العراقية من تنظيم داعش بدأت بخلق الملابس وحلق اللحى ومحاولة منها أن يعني تختبئ ما بين المواطنين. هنا يبدأ دور المواطن أهلنا في مدينة الموصل بضرورة إبلاغ عن هؤلاء العناصر الجبانة الذين عاثوا بالأرض فساد وحقق ويعني حقيقة كان هناك إرهاب كبير وبطش كبير بأهلنا في مدينة الموصل من قبل هؤلاء الأوباش. يعني هذا الأمر متروك لقيادة العمليات المشتركة والقيادة العسكرية العراقية. أنا أؤكد لك وأؤكد لكل أهلنا في مدينة الموصل التوصيات التي لدينا، توجيهات السيد قائد العام قوات مسلحة الدكتور حيدر العبادي المحترم، توجيهات السيد قائد عمليات قادم منيانين والفريق قوات خاصة ركن عبد الأمير رشيد، يا الله كل القيادات العسكرية العراقية هو المواطن الموصلي بالدرجة الأولى لدينا. نحرر المواطن قبل أن نحرر الأرض. لهذا ليطمئن الجميع أن عمليتنا إنسانية، عمليتنا جاءت لتخليص أهلنا وناسنا في مدينة الموصل الحبيبة من بطش عناصر التنظيم الإرهابي، وبعد ذلك نحرر الأرض. فإن شاء الله كل أمور وكل ما يحتاجه أبناء الموصل العزيزة سيكون متواجد، وهناك جهد كبير يبذل من قبل قيادة العمليات المشتركة. يعني حدثت حالات نزوح، عشرات العوائل نزحت، تم استقبالهم وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم ونقلهم إلى مناطق آمنة. أنا أتمنى على أهلنا وناسنا في مدينة الموصل أن وفي خاصة في الساحل الأيمن البقاء في أماكنهم. نجحنا في الساحل الأيمن وسننجح إن شاء الله في الساحل عفوا في الساحل الأيسر وسننجح في الساحل الأيمن. هناك تعاون موجود من أهلنا في مدينة الموصل، لكن نحتاج إلى تعاون أكثر، إلى تزويدنا بمعلومات أكثر. وأنا حقيقة أتمنى من الأبطال، أبطال الموصل الشجعان، هذه المدينة البطلة الشجاعة التي أنجبت قادة كبار في الجيش العراقي، علماء ودباء مهندسين، أن ينتفضوا على عناصر التنظيم الإرهابي. هذا التنظيم الإرهابي انكسر